منع الأمن العراقي متظاهرين من اقتحام ودخول المنطقة الخضراء بعد أن تجمع المئات منهم ببغداد لإحياء الذكرى الثالثة لانتفاضة أكتوبر 2019، والتي جاءت رفضا للفساد وسوء الأوضاع المعيشية. وتحل ذكرى التظاهرات مع توتر وخلاف مستمرين بين التيار الصدري والإطار التنسيقي حول تعيين رئيس وزراء جديد وإمكانية إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، كما تأتي في ظل القصف المدفعي الإيراني على مناطق في إقليم كردستان العراق واحتجاج بغداد على ذلك. من بغداد، عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في بغداد الدكتور خالد عبد الإله، أهلا وسهلا بك. إذن بعد عامين على توقفها تعود ثورة تشرين، ما هي الدلالات برأيك اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لكم ولجميع مشاهدي قناة المملكة الأردنية وشاكر لهذا الاستضافة. بالتأكيد هذه الذكرى الثالثة اليوم لحراك تشرين، هذا الحراك الذي كان يريد أن يغير أن يصلح، سقط أكثر من 700 شهيد وأكثر من 22 ألف جريح. كل ما يتعلق بغواص التظاهرات تشرين اليوم ما زالت المعادلة تتحدث عن تغيير والإصلاح ومحاربة الفساد و محاولة التصحيح. هذه العملية التصحيحية والتغييرية تستلزم أن يكون هناك مشاركة لحراك تشرين الذي أبى أن يشارك بشكل واضح في عملية التغيير والإصلاح على مستوى السلطة السياسية، وكان لا يريد أن يكون هناك جزءا لكي يقولوا بأن هذا الحراك أصبح جزءا من السلطة السياسية. وبالتأكيد هذه السلطة متهمة من قبل حراك تشرين بأنها يعني لم تسر في إجراءات صحيحة وسليمة، لم تؤسس مؤسسات عدالة انتقالية، لم تجري تعديلات دستورية، لم تحارب الفساد الإداري. كثير من القضايا التي يختلف بها من متظاهري تشرين، فضلا عن القيادة لم تكن قيادة واضحة لحراك تشرين. مع ذلك هنالك أجزاء أو جزء من تشرين خرجوا وتحدثوا بأنهم يمثلون تشرين في انتخابات أكتوبر الماضية، لكن مع ذلك صار هنالك أيضا انشقاق ما بين حراك تشرين الرافض للمشاركة بالسلطة والذين شاركوا في عملية الانتخابات. لكن مع ذلك أن التغيير في السلطة يجب أن لا يكون من الخارج وإنما أيضا يجب أن يكون من الداخل. لو كانت هنالك حركة تنظيمية في داخل تظاهرات تشرين لكنا نتحدث عن زيادة في المقاعد، لا سيما أن القانون الجديد الذي أصر عليه متظاهري تشرين والذي طالبوا بتغيير المفوضية ودوائر متعددة إلى آخره من المسارات هي كانت نقطة بوصلة كبيرة جدا في إجراء التعديل والتغيير. من يدير تحركات الشارع العراقي اليوم خصوصا بعد انسحاب يعني قوات الصدر من ساحة التحرير بعد انعقاد البرلمان؟ يعني أول شيء الذي يقود تظاهرات تشرين هم الحراك المدني، قادة مدنيين عراقيين، شباب، شابات، حملة الشهادات العليا الذين يشكلون نسبة كبيرة جدا اليوم من البطالة، الخريجون، أشخاص وطنيون يريدون أن يتحدثوا عن معادلات جديدة تصحيحية في بنية النظام السياسي العراقي بالطريقة التي يمكن من خلالها أن تنتج استقرارا. ليس من المعقول أن نتحدث 11 عام ولم 11 شهرا عفوا ولم يكن هنالك تشكيل الحكومة. هذه مشكلة كبيرة جدا. قوة سياسية تتحدث بأن غياب الثقة هو الذي يعطل او هو الذي كان سبب الانسداد السياسي. كيف نتصور ان يكون هنالك غياب للثقة واطراف سياسية هي تقاسمت للسلطة، هي كانت موجودة في السلطة؟ انا اتوقع غياب الثقة تحول من المجتمع العراقي باتجاه الاحزاب والقوى السياسية العراقية. كيف نستطيع ان نتحدث حتى عن انتخابات مبكرة او مبكرة دعا عليها التيار الصدري بعد سنة ونص او سنة وثمان اشهر او سنتين؟ كيف نستطيع ان نقنع المواطن العراقي بان يذهب مرة ثانية للانتخابات بدون ان يكون هنالك تغيير وتصحيح لمسار بناء الدولة التي يجب أن تكون دولة مؤسسات، دولة القانون، دولة المواطن، الهوية الوطنية العراقية، المصلحة الوطنية، الثابت الوطني؟ كلها مسارات أنا أتوقع تحتاج إلى رؤية وإلى إصرار كبير جدا وإلى عزيمة وإلى إرادة وإدارة حقيقية لموارد الدولة بالطريقة التي يمكن من خلالها أن تتجه نحو خدمة المواطن العراقي، التحول من السلطة الحاكمة إلى السلطة الخادمة. طيب وبالتالي مع استمرار أزمة تشكيل الحكومة وانتهاء هدنة الزيارة الأربعينية، هل من تخوفات اليوم من التصعيد في الشارع العراقي وانضمام أتباع تيار الصدر إلى القوى المدنية اليوم؟
يعني بالتأكيد هذا الأمر ما زال مطروح وما زال يعني حاضر بقوة، لكن مع ذلك يجب أن نتحدث بشكل موضوعي. مسألة السلم الأهلي والسلم المجتمعي في أحداث 29 و30 آب الماضي، كيف مباراة السيد مرتضى الصدر في وقف عملية الصراع الدموي الذي كان يحدث وحقن دماء المواطنين العراقيين بغض النظر عن الأسباب والمسببات التي دفعتهم إلى مسألة المواجهة المسلحة، نتوقع الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم والتنازلات المتبادلة والتخلي عن العناد السياسي والحديث عن خطاب سياسي، وأيضا مسار الضمانات التي يمكن من خلالها أن تلعب دور الأمم المتحدة دور كبير جدا في تقريب وجهات النظر مع القوى السياسية العراقية، لا سيما يوم 24 من لو 4 أكتوبر من هذا الشهر سيدة بلاد خالد لديها جلسة في مجلس الأمن للحديث عن الشأن العراقي وعن ما حدث في الشأن العراقي، وبالتأكيد يجب أن يكون هنالك أيضا تسابق للقوى السياسية العراقية في عملية استكمال التحقيقات الدستورية فيما يتعلق بالأخوة الكرد على مستوى انتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا على مستوى قوى الإطار التنسيقي، ومع أن يكون هنالك تفاهم وحوار مع التيار الصدري، وإلا فإن مسارات هذا الأمر سوف يودي إلى التصعيد وإلى النزول من بالشارع أو ما يسمى بتجيش الشارع، وهذا أمر خطير جدا قد لا يعني أن يكون هنالك استقرار سياسي قادما إذا لم يكن هنالك أي حوار أو تفاهم مع التيار الصدري بهذا الخصوص. طيب، كان هناك حديث عن تدخل السيستاني خلف الكواليس لنزع فتيل الأزمة، وإلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ وهل نيران الحرب الأهلية اليوم تضرب طائفة الشيعة؟ لا، بالتأكيد أن نتوقع القيادات الشيعية واعية لمثل هذا المسار بعد أن توحدت أو توحد العراقيون لقتال تنظيم داعش الإرهابي. اليوم القوى السياسية الشيعية هي حريصة بغض النظر عن من يتحدث عن هذا الأمر، ولكن مسألة اللجوء إلى السلاح والسلاح منتشر في العراق، أنا أتوقع هذا أمر خاطئ جدا، ونحتاج إلى مؤسسة حقيقية لكل المؤسسات العسكرية والأمنية العراقية بالطريقة التي يجب أن نفعل المادة الدستورية في المادة التاسعة بحصر السلاح بيد الدولة. أنا أتوقع بالنسبة إلى دور المرجعية، أنا أتوقع بأنه سوف يكون متوازي مع دور الأمم المتحدة، وأعتقد بأن خطوات المرجع الديني آية الله سيستاني دام الظلة كانت واضحة، سواء كان في ما يتعلق بالحرب مع تنظيم داعش الإرهابي في صوت جهاز كفاي، أو حتى التدخل الغير مباشر، لأن المرجعية بعد 2016 أغلقت أبوابها أمام القوى السياسية العراقية، وقال بأن صوت المرجعية قد بح، ولم يكن هنالك أي مسار سياسي واضح أو أي إرشادات طالبت بها المرجعية وأخذت منها القوى السياسية العراقية جميعها سنية شيعة أو كردا، بمعنى أن المرجعية كانت تمثل الخط الوطني الذي يضم الجميع ويتحدث بالجميع، لا يتحدث بطائفة أو قومية أو مذهب، ولذلك نتوقع قد يكون هنالك تدخل، لا نقصد أن يكون هنالك مباشرا وإنما غير مباشر مثل ما تفضلتي في إطار الأيام القليلة القادمة، لكي لا يكون هنالك مسألة للصراع الدموي الذي رفضه أيضا السيد مرتضى الصدر في يوم 29 و30. طيب، هل انسحاب قوات التيار الصدري من ساحة التحرير بعد انعقاد البرلمان يأتي تحت هذا الإطار، أم أن هناك توافق سياسي يجري اليوم تحت الطاولة؟ لا، بالتأكيد لابد أن نتحدث بشكل حقيقي وموضوعي. التيار الصدري اليوم يقف على مستوى من المسؤولية، يمتلك قاعدة شعبية كبيرة، لا يريد أن يخلط الأوراق ولا يريد أن يكون هنالك طرفا في عملية نسف الدم العراقي، ومن ثم يتهم التيار الصدري بأنه هو الذي كان له دور كبير جدا في إشعال الفتنة الطائفية أو ما يتعلق بتهديد السلم الأهلي والسلم المجتمعي. التيار الصدري أن نتوقع على مستوى من المسؤولية الكبيرة بهذا الخصوص، ونفس المقابل أن نتوقع على القوى السياسية الأخرى الذي يجب أن تتحدث بشكل موضوعي بأن لا حكومة أو لا استقرار لأي حكومة، وهذا ما تحدث عنه السيد الكاظمي عندما كان على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، قال لا استقرار لأي حكومة إذا لم يكن هنالك تفاهم مع التيار الصدري بهذا الخصوص. شكرا لك من بغداد، عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في بغداد، الدكتور خالد عبد الإله.